يقول معنى فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر هم أهل العلم، أهل الذكر هم أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر أي من تثقون بدينه وعلمه وورعه. وأهل الذكر ليس خاصا بالشريعة، ممكن أن تشمل غير الشريعة، يعني في نجارة اسأل أهل الذكر، النجار متخصص في الهندسة اسأل مهندس في هذا، يعني عط الخباز خبزك. طيب هذا هو الأصل، وإن كانت الآية في الأصل إنها في الشريعة، فسأل أهل الذكر أهل الشريعة. طيب لكن أيضا يفهم من الآية أن في كل شيء اسأل أهل هذا العلم الفن.